السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم أصدقائي؟ شو أخباركم؟ معكم أخوكم نادر الشيخ من قناة ناش تيفي. أصدقائي، بهذا الفيديو إن شاء الله رح نوافق على الأحكام الجديدة أو الأحكام المعدلة للمحافظة على اشتراكنا ببرنامج شركاء اليوتيوب وما يتوقف عنا الربح، بالإضافة أنه رح يتم عرض إعلانات على فيديوهات شورتس أو الفيديوهات القصيرة ببداية شهر شباط 2023 بإذن الله. مثل ما انا شايفين اصدقائي، دخلت على تطبيق استوديو يوتيوب بعد ما حدثت التطبيق ظهر لي هذا الاشعار. طبعا اللي ما ظهر عنده هذا الاشعار فينه يدخل من المتصفح، ان شاء الله رح اشرح بالدرس الجاي عن كيفية عمل هاي الخطوات من المتصفح. فيكم تشتغلوا من جهاز الموبايل او من جهاز الكمبيوتر وتوافقوا على الاحكام الجديدة، واللي ما بيظهر عنده الاشعار فينه يدخل على خانة تحقيق الربح ويوافق على الاحكام الجديدة او الاحكام المعدلة ويفعل الاعلانات على فيديوهات شورتس. مثل ما انا شايفين الاشعار اللي باللون الاحمر ان كان على المتصفح ولا الاشعار اللي ظاهر قدامكم على تطبيق استوديو يوتيوب، مطلوب اتخاذ اجراء عليك الموافقة على الاحكام الجديدة للمحافظة على اشتراكك في برنامج شركاء يوتيوب والبدء بتحقيق الربح من الاعلانات على شورتس. طبعا شورتس هي الفيديوهات القصيرة. بعد ما قرينا هذا الإشعار رح نضغط على المراجعة والقبول، رح يوجهني لصفحة تحقيق الربح أو الصفحة الخاصة بالموافقة. الأحكام الأساسية بنضغط هون مراجعة بجنبها، تمام، نضغط على مراجعة وبعدين بننزل للأسفل. بعد ما بنقرأ هاي البنود نضغط على أوافق على الأحكام الأساسية وبعدين قبول. لازم تعملوا هالخطوة، مهمة جدا جدا أصدقائي. وهون تحت من الأحكام المتعلقة بصفحة المشاهدة كمان بنضغط على مراجعة وبعدين أوافق على البنود المتعلقة تحت بصفحة المشاهدة وبعدين تفعيل أو قبول، تمام. بعدين بنزل لتحت وبضغط على إرسال. أهم شيء تضغطوا على إرسال، ما تنسوها، تمام. ننتظر شوي، بعدين أصدقائي بيظهر لي هون بدء تحقيق الربح من إعلانات خلاصة شورتس. فيكن تفعلوها بعدين، يعني إذا مو حابين تفعلوها هلأ فيكن تعملوا له تفعيل مثل ما أنا عملت هون. نضغط على تفعيل ونضغط تفعيل مرة تانية. فيكن تضغطوا على المزيد من المعلومات لحتى تشوفوا معلومات زيادة عنها. بعدين أصدقائي بننزل للأسفل ونضغط على أوافق على الأحكام الخاصة بفيديوهات شورتس، وبهذا الشيء اتفاعل عنا الربح من الفيديوهات القصيرة. وطبعا بيظهر لك بعدين بصفحة تحقيق الربح الميزات اللي بيعطيك اياها اليوتيوب. شايفين هي الميزات اللي قدامكم. طبعا لازم مثل ما قلنا نحدث تطبيق استوديو يوتيوب لاخر اصدار. هي الشغلة اصدقائي، لا تنسوا انه تعملوا هذا الشيء قبل شهر شباط لحتى ما يتوقف عندكم الربح، تمام. شكرا كثير لكم على المتابعة اصدقائي، كان معكم اخوكم نادر الشيخ. لا تنسوا الشير ولا تنسوا اللايك اصدقائي. السلام عليكم.